السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على النبي، دائما نبدو هدرتنا وكلامنا بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه ألف صلاة وألف سلام. نهار جديد، فيديو جديد، نتمنى إن شاء الله الفيديو نتاع اليوم تلقاكم بخير ومهنيين وبصحة جيدة والمغال طوب دي طوب. اليوم عندنا فيديو متنوع في بزاف صوالح، ولكن أهم حاجة في هذا الفيديو هي كلامي ولي كومنتير تاعكم في الفيديو اللي فات، واليوم ان شاء الله غادي نفرغ لكم قلبي ولا قلبي كيما يقولوا، ونحكي لكم كل شيء كل شيء كل شيء. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو نتاع اليوم بكل بساطتها، وكما تعودتوا عليا اشياء جد جد بسيطه، ولكن الحمد لله الحمد لله وصفاتي ناجحين ناجحين، واللي كاع اللي مجربينهم يشهدوا لي بهذيك بهذا الشيء. هنايا كنت بارطاجي، غادي نبارطاجي، مانيش عارفه لا نحط هاد لا فيديو قبل ولا تاع لو تاكوس بحجم عائلي مفرم الشيلات بصلصه الفخوماج، تجي روعه روعه روعه. انا كما راكم تشوفوا اختكم راه على العجين، الوغ قالوا لي عاودي لنا الكعك، الوغ اختكم ماشي من العاجزين، خلطت هاد الخطا ما تتلقص على والو. لميت انا درت صوالحي ودرتها غطيتها في هذه العلبه، خليتها هي يريح يخمر. شوفوا كيفاش تخمر ما شاء الله، عارفين حاجه كاع تاع بلاستيك الحاجه تخمر فيها بالخوف وتخمر فيها غار. الو عاودت لهم الكعك نهار اليوم كيما راكم تشوفوا الطريقه بارطاجيتها معكم، ما بغيتش نعاود نعاود لكم على غير كيف بارطاجيتها معكم. ها هي العجينه تاعي، نقسمها واحد من جهه نقسمها هكا، وامي عم طون نهضروا على الموضوع تاع الفيديو اللي فات اللي جاوني بزاف بزاف لي كومونتير. نقول لهم شكرا لكم حبيباتي، ربي يحفظكم. وحده نتمنى حاجه ان شاء الله ربي يحققها لها ويعطيها لها، اللي قالت لي ربي يفرج، دعوا لها ربي يفرج لي السكنه، ان شاء الله يا ربي يفرج عليك بالسكنه. اي وحده اي وحده نتمنى حاجه ربي ان شاء الله يحققها لها، ونشكركم بزاف الحب نتاعكم. كاين بزاف شي ناس قالوا لي نبغوا كيما راكي ما تبدلي حتى حاجه، كاين وكل واحد وكيفاش شا قالت لي. كاين اللي قالت لي لازم تنوعي، ما راكيش تنوعي. كاين اللي قالت لي يبغوا ربي يبعدنا عليهم وصاي، قالت لك اللي يبغوا تاع تبهديل ومنا هذوك لهم ناجحين ولي كاين متعايرين، هذوك تاع فيسبوك في يوتيوب قليل زعما متابعين كيما هكا، ولكن فيسبوك او بزاف. المهم ربي يهدي عباده وشوفوا شكيلات. انايا كيما عودتكم كيما ولفتونا، شوفوا هذا نديرو في البلاطو كيما ولفتوني. شوف انا نهار اللي بغيت نفتح القناه كاين شي صوره، شوف والله العظيم يا الزوج تاعي راجلي ما يتبعنيش في اليوتيوب ولا حوتش عليه شاشه نحط ولا، ولكن اتفقنا نهار الاول هاشا باين قال لي باش خلاني حليت لهاد لاشين تاع اليوتيوب. انا ندير الحليب نطيب جهه، شوفوا نفرح نهار اللي يكون دايره الحليله، باسكو راني عارفه باللي الفطور حريرة اللي دايره معها سلطه سلطه كويس البطاطا كلشي والزروديه كلشي، وفي العشاء ان شاء الله كاين كاش حاجه خفيفه ثاني. عندي دم ناويه باقيت لي الديو تاع رمضان ندير لهم شويه تاع البوله ولا فكيت اومليت ما تحصلوليش. المهم نهار اللي يدير الحريره نكون مهنيه، حريره ولا شوربه. قلت لكم شي هاد كلي غتقول لي ما قهمتكمش بالعامي الحريره. شوفوا حنا عائله نبغوا الحريره، عندي خطره في السيمانه خطره في العشر ايام لازم ندير لهم كيكوطا تاع الحريره، كاع ولادي يشربوها يبغوها وندير لهم حاجه معاها، لا بغا الصيف لا بغا مانيش عارفه شغلة المشتى لازم الحريره مره على مره نديرها لهم يبغوها بزاف. هذه كل واحد كل اسره وكيفاش. انا قلت لكم شيلات، كاين اللي قالت لي بلي تنوعي منا. شوفوا انا نهار كيف فتحت القناه اتفقت كما قلت لكم شيلات، انا وراجلي قال لي هو ما يتفرجنيش للامانه، جامي لقيتها هكا دخل ولا شاف فيديو تاوعي ولا شافني غير هكا ليا من الاول، وكان مره على مره حتى نعرف بلي تخلوا منا. ولكن من بعد صاي ثقه بيناتنا، عرفني شنو نحط، عرفني شنو نهضر، عرفني كيفاش نصور، عرف كل شيء، عرفني كي دايره. الثقه تكون بيناتكم صاي، والحاجه اللي اتفقتوا عليها تقعدي عليها. كما انا اتفقنا بلي ما نصورش بزاف صوالح، ما نصورش مانيش عارفه انا، كاين اللي يصوروا لي شومبر تاع واحد البلاصه يترقد فيها، كاين اللي يتصور مانيش عارفه انايا راني داخله ندوش اش غادي نلبس اش غادي اش صوالح اللي ديريهم. كاين مواضيع يهضروا كل واحد وكل وحده حره في القناه نتاعها، كيما انا تاني
حره اش غادي نحط لكم. والحاجه اللي نقدر نبارطاجيها معاكم كيما وليداتي ثاني نهار الاول اتفقنا قال لي ولادك ما زعما ولادي ما يبانوش في ما تدخليهمش في هذا في هذه السوشيال ميديا وهذا اليوتيوب وكلشي. اتفقنا وقاعدين الحمد لله متفقين. وحتى انا ماشي كل ما عارفه اش ندخل من هذا القناه كل ما عارفه كاع ندخل ما نبدلش العقليه نتاعي. وكاين اللي بعد ضحكتني وضحكتني واحد الكومونتا قالت لي بلي دروا قالت لي ماشي حوسوا الطياب لا بلي باغرام يشو تجي في خاطرها كيما مثلا نهضروا على الكعك تجي في خاطرها كعك تعرفتي واجد على الضل تاع جن والضل طيب والضل. نقولها كل واحد وعقليته وكاين كاش كيما نخدم حاجه تاع الدار باش تقولي لي خدمه حاجه تاع الدار ما نهضرش على العاملات باسكو داك النهار نهضولي نهضت لي واحد الزوج ولا تاع العاملات قالوا لي حنا العاملات في الدار نخدموا خير منكم وطيبوا خير منكم. قلت لها على بالي ولكن احسن لهم العام بس كنت يعني خواتاتي خدامات راني شايفه كيفاش العامله تخدم برا وتخدم من الداخل في الدار الله ربي يحسن عوانهم هذا ما نقولوا. واللي شات بصحتها واللي ما طيبش وحده وحده كيفاش كل وحده وعقليتها وكل وحده وحسب الزاني الراجل كيفاش يكون. كاين اللي متعود في دارهم يشري ياكل ماكلة برا كاين اللي يبغي ماكلة برا وكاين اللي لا كاين اللي يبغي حاجه تاع الدار. هذه بالنسبه شيرات الموضوع اللي هضرت فيه في الخطره اللي فاتت وجاوبني بزاف في الكومنت. نقول شكرا لكم حبيباتي وان شاء الله هاك اللي دعاو لي تستاهلي 100000 تستاهلي مليون. نقول لهم شكرا لكم على الحب نتاعكم المحبه تاعكم. شوفوا كنز 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 والحمد لله ربي يدومها. وما تنسانش غير دعواتكم لا كنت تستفادوا ولا حاجه قليله دائما نقعد معاكم هكا في لي فلوغ روتين هكا خفيف ماشي حاجه كبيره. ولكن ما تنسونيش غير بدعواتكم وان شاء الله ربي يفرج ليا وعليكم بوشكم متمنين يفرحكم ويفرحني معاكم. المهم شيات هذه هي نكمل صوالحي هنايا نكمل الكعك تاعي ها هو هنايا من هنا في البلاصه ها هو ندير ندير هاد الحبه اون بلاص نخليه يعاود يخمر مزيان ومن بعد نشعل الكوشن تاعي باش نطيب الكعك تاعي. ها هو شوفوا كيفاش يجي جي ما شاء الله ديجا بارطاجيتها معكم شعر المخضره ومن طول الحيره تاعي راها طيب ديكم تشوفوها ومن طول ها هي الحيره تاعي. شوف كيفاش راها تغلي درت معها غير سلطه في الفطور باسكو ما كان حتى واحد كان غير انا وبنوتي الصغيره هو اللي صغير يلقى في بريمير سينو الاخرين يجوا حتى الحشيه للحشا ان شاء الله يتعشوا به. قلت لكم يجي بزاف شباب وساهل غير تخلطي وطيبي سورتو الصيف يخمر لك بسرعه وبالخوف كما نقول. انا راني موجده البولاك انا غلفتها باش ماكش ما تيبسليش باسكو خدمتها راني في شعال انا ديما نغلفها هكا و غلفها نوجدها. قلت لكم انا نهار اللي تكون عندي الحيره ولا الشوربه نكون قالعه غلبه كما يقولوا. انا نبدا نقلي فيها ندير الزيت ها ولا يحمر ونبدا نقلي في البولاك نتاعي. هذا هو الميني تاعنا تاع اليوم مطلوع سلطه حريره بوراك حاجه سام. قلت انا من ندير كيما قلت لكم الحريره في النهار في الليل تكون حاجه خفيفه تكون عندي. شوفوا اهم حاجه تكون عندي هي لا سوب فريتو مليت بطاطا كاش ندير لكم البطاطا بال بالطوماطس والبصله والبيض. شوفوا اومليت بواحد الطريقه صيفيه وتجي بزاف 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 بنينه ورتها لي اختي لسنوات ودائما ندير مره على مره نديرها تجي بزاف بنينه ان شاء الله. من بعد نبارطاجيها معكم ونديرها لكم خصيص ليكم باش تشدوا هكا فكره وحاجه سهله. نروح نقلي الزيت حمر نروح نقلي البولاك ونتلاقوا ان شاء الله تشوفوا اطباقني اطباقي واجدين ان شاء الله. وهنايا بعد ما وجدت حشايا مطلوع راه واجد البوراك مقلي ومحمر الله الله عليه وحريرتي غير حميتها وحطيتها في الغرفه. هذا هما الفيديو تاع اليوم الروتين تاع اليوم بارطاجيت معكم كل شيء فرحتكم قلبي. نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم عجبتكم وكنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. نتلاقوا ان شاء الله في ايامات الجايين غير في الخير وفصافات وفروتين ونبدلوا شويه مع بعض. وكما قال لك الواحد انا نتونس بكم انتم راكم تتونسوا بيا نتمنى انتم ثاني راكم تتونسوا بيا تونسوا بعضنا بارطاجي معكم ان شاء الله غير في الخير ونقول لكم تهلاو في رواحكم في صحتكم. نتلاقوا ان شاء الله فيديوهات الجايين احبكم في الله واحبكم في الذي احببتني فيه. السلام عليكم.